في المقاهي وعلى شاشات أكبر التجمعات وفي شبكات التلفزة الرياضية العالمية أصبح دوري روشن السعودي مكان كبير جدا، هذا بعد صيف ساخن من التعاقدات. بالفعل قبل أقل من عام كان كريستيانو رونالدو مجرد بداية، واليوم الدوري السعودي أصبح بين الدوريات الكبرى عالميا. القيمة السوقية لدوري روشن السعودي للمحترفين تخطت مستوى المليار دولار، ليدخل الدوري ضمن قائمة أعلى 10 دوريات قيمة في العالم، بقيمة زادت بنسبة 213%. موقع ترانسفير ماركت أكد أن الأندية السعودية كانت الأعلى نمواً من حيث القيمة السوقية على أساس سنوي حتى أغسطس 2023. بالأرقام الدوريات العشر الأقوى عالمياً مع أيوب يوسف. أيوب، بالأرقام نستعرض القيمة السوقية للدوريات العشرة الأقوى عالمياً. الدوري الإنجليزي في الصدارة بقيمة تصل إلى 11.3 مليار يورو، الدوري الإسباني ثانياً ب 4.6 مليار يورو لهذا الموسم، الدوري الإيطالي يقارب الدوري الإسباني في الأرقام بنحو 4.5 مليار يورو، ثم يأتي الدوري الألماني في المركز الرابع بنحو 3.9 مليار يورو كقيمة سوقية، وجاء الدوري الفرنسي خامساً بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار يورو، ويحل الدوري البرتغالي في المرتبة السادسة بقيمة سوقية تصل إلى 1.24 مليار يورو، ويحل الدوري البرازيلي في المرتبة السابعة بنحو 1.1 مليار يورو. أما الدوري الأرجنتيني فجاء في المركز الثامن بنحو مليار يورو، ولحقه الدوري الهولندي بالمركز التاسع بما يزيد عن 900 مليون يورو، وجاء الدوري السعودي في المركز العاشر بما يزيد عن 780 مليون يورو. الدوري السعودي في المرتبة العاشرة، وفي هذه المدة الزمنية القصيرة يعني صراحة أنا أشوفها قفزة وخطوات كبيرة، أتوقع في المستقبل الكبير رح ننقذ خطوات إلى الأمام. نقفز بالفعل من الأرقام مو قادرة تقول طبعاً يعني هذا شيء كبير. أروح لمحمد أكيد. طيب معنا من القاهرة صحفي الرياضي محمد حامد. محمد صباح الخير، إيه الأخبار؟ الجو حلو؟ صباح الخير، الجو جميل في القاهرة انت عارف يعني. محمد لو فاكر من بداياتنا واحنا من قبل صفقة رونالدو كنا بنتكلم تحت الهواء، هو السعوديين بيعملوا ايه؟ ليه هذه الارقام الفلكية والخرافية اللي تعطى للاعبين، وبالتالي القيمة السوقية للأندية السعودية هتاخد ايه؟ ما هي كبيرها في آسيا. لا يا عادي، لا هذا كان سؤالنا في وقتها. في وقت ما هو البعد الزمني للحديث في مثل هذه المسألة فاصل للأمانة يعني. لكن احنا الآن بنتكلم في مفهوم أساسي يتعلق كما قلنا مرارا وتكرارا بالقوة الناعمة. خلينا بس نبسط فكرة القوة الناعمة. نعم. القوة الناعمة أن تقدم نفسك للعالم من خلال نافذة ترفيهية ثقافية اجتماعية بعيدا عن البعد السياسي والبعد الاقتصادي. حلو. وقيمة القوة الناعمة أنها تكمل مشروعك السياسي والاقتصادي. حلو. فلما بنتكلم عن كرة القدم لو تسمح لي، كرة القدم يمارسها 40 مليون شخص على المستوى الرسمي، اقتصاد كرة القدم يتجاوز 200 مليار دولار، يعني تخيل حجم مهول. سنويا العالم يشاهد 15 مليون مباراة كرة قدم، لك أن تتخيل. هناك أهم رقم عادل، هناك 4.7 مليار إنسان يتابع كرة القدم ويتعلق بكرة القدم. حينما ينقل الدوري السعودي إلى 120 دولة
ويتردد اسم السعودية في 120 دولة من خلال كرة القدم، هناك صورة ذهنية تتشكل لهذا المشروع، تأخذ معها المشروع السعودي الطموح إلى آفاق أبعد، حتى وإن كان من خلال قوة ناعمة أو قوة رياضية أو قوة ترفيهية. نعم، طيب كيف تقرأ الاهتمام العالمي والإعلامي للدوري السعودي، خصوصا بعد وجود النجوم الكبار اللي بنشوفهم اليوم واللي رح نشوفهم أيضا في المستقبل القريب؟ المسألة في الوقت الراهن، خلينا ريم من فضلك نصلح أو نعدل بعض المفاهيم. نعم، في ناس في الداخل السعودي وفي المنطقة العربية عموما بيتحدثوا وكأن هناك اتهام تم تصديره من الغرب إلينا، بيقولوا دايما يقولوا هي مش مسألة فلوس، It's not all about money. لا، هي فلوس، إيه المشكلة؟ ما هو الماني بيعكس قوة اقتصادية، يعني المسألة ما فيهاش عيب مبدئيا. نعم. ناحية تانية، أنا بداية مشروعي من ناحية اقتصادية، من ناحية مالية. طيب، إذا لم تتوفر لدي جوانب مالية بدرجة معينة لن أستطيع استقطاب أكبر النجوم، ولكن المسألة تتعلق طموحي فيما بعد، ما هو تطوير هذا الدوري، بث مباريات هذا الدوري لمعظم دول العالم، تحقيق الهدف مما هو وراء كرة القدم في مراحل لاحقة. طيب خليني أسألك محمد، وأنت عارف يعني السعودية ليست الأولى اللي جلبت رياضيين كبار على مستوى عالمي، لكن أيضا ربما احنا نقول بأول موسم صرفت هذه الأموال والمبالغ على اللاعبين، إلى أين من الممكن أن تتجه؟ مثل ما الإمارات بنادي مانشستر سيتي، السعودية أيضا بأندية في بريطانيا وكذلك قطر وبعض الدول تستثمر، هل من الممكن نرى أنه الأندية السعودية باستثمار أجنبي وهذا هو الهدف؟ لا هو الـ 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 في فرق في المفهوم يا عادل. لو تسمح لي، تجربة مانشستر سيتي، تجربة نيوكاسل، تجربة باريس سان جيرمان، أنت ذهبت إلى العالمية، يعني أنت اقتحمت القارة الأوروبية على المستوى الاستثماري والإداري، وهي قيمة كبرى أيضا للعقل العربي والإدارة العربية والاستثمار العربي. تجربة الدوري السعودي أنا أراها مهمة جدا. ليه؟ لأن أنت جلبت العالمية إليك، أنت أتيت بالعالمية إلى أرضك، أنت أتيت بقوة وسطوة وشعبية كرة القدم العالمية إلى موطن جديد، إلى مكان آخر. نعم. خلينا نتكلم بواقعية، كرة القدم كصناعة وكجماهيرية وإعلاميا، كرة القدم هي أوروبا. صح. السعوديون الآن ينقلون ملعب كرة القدم، أو خلينا واقعين أكثر، نقول جزء من ملعب كرة القدم إلى داخل السعودي. سبق وقلنا أن المجتمع السعودي تلتينه من الشباب، فبالتالي احنا يعني محمد بدل ما كنا نتابع الدوري الإيطالي، اليوم الدوري الإيطالي خفت هذا النجم، وبالتالي قد يكون الدوري السعودي هو النجم القادم والبديل. أنا لا أفضل فكرة البديل، خلينا لا ما خلينا هو خلينا مكان فاضي أقرب متعلق. لا يعني قصدي المتعلق بكرة القدم الأوروبية يستمتع بكرة لا. القدم الأوروبية، ولكن الدوري السعودي بالمناسبة، الدوري السعودي ليه أهميته وليه جاذبيته حتى في مرحلة ما قبل جلب النجوم، حاليا أصبح أكثر جاذبية، يعني هو على المستوى العربي دوري ليه جاذبية خاصة من فترات بعيدة. صح. أصبح أكثر جاذبية للمشاهد العربي والمشاهد العالمي بالمناسبة. نعم. بفضل بفكرة وجود النجوم. طيب. واستقطاب أهم نجوم العالم. نعم. محمد حامد صحفي الرياضي من القاهرة، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.